إذا عرضت لي في زماني حاجة وقد أشكلت فيها علي المقاصد، قفت بباب الله وقفة ضارع، فقلت إلهي إنني لك قاصد، ولست تراني واقفا عند بابي من يقول فتاه سيدي اليوم راقد. هذا لا تراني واقفا عند بابي، إنما أقرع باب ربي الذي لا يغفر عني ولا يمل كثرات طلبي ولا يسأم إلحاحي. هذا ربي. لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع. يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع. يا من خزائن جهدي في قول كن أمن، فإن خير عندك أجمع. ما لي سوى قرين لبابك حيلة، فلن ردد فأي باب أقرأ. ومن الذي أدعو أهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنع. حاشا لجهدك أن تقنط عصية، الفضل أجزار والمواهب أوصال.